وقفة احتجاجية نظمها أهالي المخفيين قسريا في مدينة كركوك بمحافظة التأميم للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم الذين مضت سنوات على إخفائهم. أولاد اثنين، هم اثنين موظفين بالتربية، واحد معلم وواحد موظف بالتربية، جو عليهم ساعة 2 بالليل وخذوهم من دوميز بالليل، لا علم ولا خبر ولا متبلغين ولا ندري. هذا صار 8 سنوات من 2016 شهر الرابع 10 لحد الآن. للتذكير بالمأساة المغيبين والاختفاء القسري اللي يعاني منها المغيب وذويه، ومطالبة إحالتهم إلى معرفة مصيرهم وإحالتهم إلى القضاء العراقي ليكون هو الفيصل في معرفة مصيرهم وتحديد من هو البريء منهم وإطلاق سراحه وعادته إلى عائلته ومعاقبة المذنب وإنهاء هذا الملف بشكل كامل. أمهات وزوجات وآباء وأبناء ينتظرون من فقدوهم ويطالبون اليوم مجددا بكشف مصيرهم، مطلب بات السبيل الوحيد لراحة ينشدونها منذ سنوات طويلة. أخذوهم واستعجالهم على قلب ويانها وهلكانين وعجزانين، ونطالب الحكومة ونطالب كلها، نطالبها كل من ذي قيرة نريد منه يفزع لنا. طيبين ميتين هسه عريتهم بس تعتبرد قلوبنا، متنا السنة 8 سنين لك يا عيال. ابني قصاي أكرم علي موسى مهندس المصفى بيجي بال 2015 أخذوه، جو من البيت أخذوه، ظلينا من احنا من ال 14 من ال 13 بكفو، جو بال 2015 اخذوه يابا شكو، قالوا 5 دقائق، وهاي صار 10 سنوات وقبض ما. وبالرغم من تشكيل لجان حكوميه عده للتحقيق بملف المخفيين قسريا، الا ان جميع اللجان المشكله كانت دون جدوى وبقي مصير هؤلاء مجهولا حتى اليوم. الكاظمي بالعام 2020 طالب بتشكيل تحقيق وأمر المخطوفين، لكن ما شفنا أي تحقيق، أي تحقيق ما أجري الدولة، لأن طالبوا بكشف عن مصيرهم وإجراء تحقيقات، وما شفنا عن شيء عن مصيرهم، ولحد الآن نعرفهم أموات أم أحياء. وتقف وراء ملف المغيبين قسريا في العراق قوى تسعى لحماية شخصيات وميليشيات متهمة بالتورط في انتهاكات جسيمة وعدم إخضاعها للمحاسبة والعقاب بحسب الأهالي ومنظمات حقوقية محلية ودولية.